السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم يا شباب؟ إن شاء الله يا رب تكونوا بخير. طبعا اليوم كانت مباراة ريال مدريد وإشبيليا. في الشوط الأول تخلف ريال مدريد بهدفين مقابل لا شيء، ولكن في الشوط الثاني قدم ريال مدريد كل ما لديه من إمكانياته مع المدرب أنشيلوتي، وفي أول 10 دقائق كان ضغط ريال مدريد هائل على مرمى إشبيليا، مما أسفر عن تسجيل الهدف الأول عن طريق البرازيلي رودريكو. وبعد ذلك قام أنشيلوتي بتغييرين مرة واحدة، ناتشو وأحد اللاعبين، وبعد مرور 15 دقيقة سجل ناتشو الهدف الثاني لريال مدريد ليتعادل الفريقين. وقبل نهاية المباراة ب6 دقائق سجل بنزيما الهدف الثالث لريال مدريد ليخرج ريال مدريد فائزا في هذه المباراة، وما زال متصدرا الليغا ب74 نقطة مقابل 62 نقطة لإشبيلية في المركز الثاني وبرشلونة في المركز الثالث. ريال مدريد قلب الطاولة على إشبيلية بعد ما كان متخلفا بهدفين. هذه هي قوة البطل، قوة الملكي ريال المدريد. نقول بأن ريال مدريد هو حاليا ملك الكرة، كرة القدم في العالم أجمع. سيداتي وسادتي، إليكم ملخص هذه المباراة. خليكم معنا، ما تروحوا بعيد، المباراة معكم الآن. السلام عليكم. شوف الحك. والله برافو يا ريال. ده حد يكون بيرقص انا. شباب احسن والله، كلبوا الطاولة على اشبيليا. برافو يا ريال. شوف وجه محمد انا. ابعد الولد، كل الولد ابعد يا شاطر، ابعد ابعد يا ولد. بس بيها خلاص ممتاز، يعني كلموا الطاولة على اشبيليا، يعني بالفعل انها رومنتادا رومنتادا. الرابع جاي يا حبيبي. كريم بنزيما طلع شايف. حلو وقفة الشباب، هذا احلى بتشد الفيديوهات. يا معلم خليكم يرقص، قوم ارقص قوم. طلعت طلعت طلعت.
أنا بهم الشباب، بهمش المباريات. جمهور جمهور ال. وين سحلية؟ كيف الريال؟ ألف. هاي مشجع الريال زيي. حلوة حلوة برشا. بيكون مستخلص المباراة عشان الشباب يرقصوا. يلا كده شاطر شاطر. بس يكون مباراة بس تخلص. قديش ضايل؟ كم ضايل؟ عابر القارات هذه المباراة. هلو دقائق صارت مش سبعة. سأل أخو الفار خرب بيتك. بلدتي مظبوط. حط إيدك على قلبك يا حك شايب. يا حط إيدك على قلبك شمالك. إيه بلدتي. بلدتي. أنا حرام. دب حاله. دب حاله. هو عامل. دب حاله بياخد بلدتي. ماء. صارت 9 دقائق. الله الكل لا يسفر جكارة. وين راح يا ملخص انت؟ انكسر! ابعت اليوتيوب يا زلمه حرام عليك. دلغيها في الظهر يا دعيم. ملخص!